تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتح الشيخ حمدان بن خليفة بن سلطان آل نهيان فعاليات قرية وزارة الداخلية التي اتخذت من القرية العالمية مقرا لها. وقام الشيخ حمدان بن خليفة بجولة ميدانية شملت مختلف أجنحة القرية التي ضمت إدارات وأقسام الشرطة وأكثر من 30 فعالية توعوية موجهة لمختلف شرائح المجتمع. بصراحة قرية وزارة الداخلية تتحدث عن نفسها، الجهد واضح للعيان، مشاركة الإدارات العامة اللي ترتبط بوزارة الداخلية خير برهان على اللي موجود، سواء كانت إدارات الدفاع المدني أو إدارات الإقامة وشؤون الأجانب أو المرور أو التحريات أو السلامة العامة، فهي صراحة يعني ظاهرة للعيان وتعطي نبذة للزوار، وهذا صراحة ندل فإنما يدل عن حسن التنظيم والإدارة الجيدة، وهذه مش غريبة على وزارة الداخلية، وزارة يترأس سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سيدي سمو الشيخ سيف بن زايد أكيد راح تكون متكاملة. إن تنظيم فعاليات قرية الداخلية ضمن القرية العالمية في دبي يأتي تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، بما يسهم بصورة فعالة في تعزيز أمن الوطن واستقراره وتقدمه. وتتضمن فعاليات القرية فقرات توعوية وترفيهية متنوعة وعروض حية تعرض لأول مرة إلى جانب ميدان الرماية بالطلقات الملونة والمسابقات الجماهيرية التي رصدت لها جوائز قيمة، فضلا عن توزيع مطبوعات ونشرات توعوية أمنية للجمهور.